اهلا وسهلا ومرحبا، صباحكم بالربح والعافيه ان شاء الله. اروح عمر الصاصنكا تعطوا المفتاح واروح. اليوم القرديش راه داير راد، اليوم القرديش راه كاين واحد له واحد الخمسه ولا سته كاع ندبوا بالقرديش. لا كاين ناس باعت وخلات وباعت باسعار زينه ياسر كاع. اروح اعطيني الرقم هذا 06 66 46 18 29. وراك سيدي راشد تيبازا، راه في تيبازا قال لكم في سيدي راشد سيري تاع رواد جديد. وهنا راه قبل واش عطاوك؟ البارح عطاو لي 35، البارح عطاو له 35 واليوم عطاو له 30 وفي مازال بعيد، قال لكم مازال البيع تاعه. ربي يحفظكم ان شاء الله. وراها الناس راها بدات عندها الوعي تاع المقاطعه وتاع افتح الكابو افتح الله يفتح لي تاع انها الناس عاد تساوم تعرف واش تساوم، ما عاد تقاتها ماسو خلاص. وال اصبر نحط القراديش نحطهم ربي يحفظكم ان شاء الله. وراها حبيبي هذه مازال ما سموناش ابو، هذه ثاني مازال ما سموناش، ها مازال ما سموناش. وحنا دروك ما نقدرش نديرو سومه، نقدروا حنا نقولوا السومه اللي يسومونا فيها باه نعرفوا. لخاطر بكري كنا نديروا الاسوام، كانت الحيه باينه وامورها واضحه وكانت الناس تسوم. وظرف مادام الناس مش تسوم نمروها زين ثاني خير ربي الله يبارك فيها. ايه موتور باطا وسيسبونسيو زينين اخطر تبيع وتبدل ولا تبيع؟ يبدل قال لكم نبيع ونبد. هاي هذه راها الندبات راهم كاع فيها. ياه قال لكم الندبات كاع فيها وكاش ريديت ربي يحفظكم ان شاء الله. صح نروحوا للكابتي فهمني. هذه 115 بيعتهم المساعد. اصبر نروحوا من كابتيفا ثاني شوفوها فيها موتور 406. هذه السومه مازال ما سوموناش. والفوائد تاع السوق قلت لكم البارح ودي راها خير كبير كي يطيح السوق. عبالك مش معناتها يطيح السوق، معناتها هذا التجار ما يكثرونش التجار، معناتها تدخل للسوق تلقى السوق موالين الكرار اللي كاسبين هما اللي يبيعوا. انت ذاك راح مع الاوليه تدخل للسوق تجي تشري تنوي تشري تلقاهم كاع كورتيه وكاع عوادين سوق وما يخلوكش حتى تشري. معناتها السوق كي نقصوا منه تجار مليح فايدري. مازال ما سموناش فيها موتور 406 حبيبي، فيها 7 بلاص فيها 7 بلايص. ها خيرات اللهم صل على الحبيب. ها ترفد عويلك هنايا تقضي سوي لحاتك مليحه فيها شنو الموتور زين الموتور 406. هذه الحاجه اللي كات مرفوده من السرفده وقال لك اشتري العالي ولا يكون عود غالي ولا كيفاه الشيخ فريدو هذاك. وهذا راه مخلي 50 مليون في اسطنبول ربي يحفظه ان شاء الله. دنا نروحوا من هنا اذهب بيا كلب اذهب عادي يطلع كلب ثاني دعوه شرع عليها. هذا الخريدات اللي عندنا ونفسهم قعدت هنا ان شاء الله. قلت لكم يودي راه السوق ان شاء الله راه فيه تحسن ياسر كاع خيرات. 308 هذه راها ايسونس غاز فيها واحد التنكار تاع فروا. ها شوف شو دخلنا نوريكم اش كي راه من وجه هذا الفروع هذو اللي فيه الاخرى كاع زي ناس لا تنوي. حفظكم الله وارعاكم. وهذا الخريدة وراها حبيبي وراها السوق راه هافت راه حابس 406 ما سموناش والو. وراها السوق راه هافت وحابس وراه ما كاين لا بيع لا شراء. كاينه واحد الهوندي ثاني رانا جبناها اي كاين هذا الاوبيل هاز الماروتي وراه راهم ها روح شخصي ما راك تشوف نصور يا خويا يا ربي يحفظه ان شاء الله حفظه الله خويا اثر ولا الحيه فيني. هذه ثاني خيرات ربي صاروها جديد يسموها هونداي. هذه يسموها هونداي فيها موتور حاطينه تاع اكسو فن نورمال اكسو كيما هذا الاكسوات. هذه يسموها انترا لونسي هذه الانترا لونسي هذه صاروها زين امورها ثاني واضحه. هاي ربي يحفظكم ان شاء الله. الاسوام راهي هابطه راهي ناقصه على واش كانت قبل. الاسوام راهي نقصت ياسر كاع مش قا نقصت شويه. وهذا الشيء كاع تينا بالفضل القرارات تاع الرئيس ربي يحفظه ان شاء الله. وشرها فيها خير كبير ان شاء الله ما تقلقوش. وراها جايتنا الفيات ومش قاعد نلبسو مش قاعد نركبو في الفيات. الفيات فيها ثاني درجات كاين اللي شوف كاين الاستيراد تاع 3 سنوات هذا كاينه حاجه وحده برك اللي خايف منها برك هي اللي ترجع السوق كيما كان. قادر في القرارات تاع اقل من 3 سنوات يقول لك يا ودي مثلا انت يا عزيزي المواطن تروح تجيب سياره من هي
ويدلك عليها يقول لك يعطيك قانون باللي ما تقدرش تبيعها على مدة 3 سنين. إذا داروا هذا القانون معناتها يا ودي ما درنا والو. معناتها القانون هذا إذا زاد داروه شرط من الشروط تروح تجيب كروسة من هيه وما تقدرش تبيعها على 3 سنين. أخوي هذه كام يوضع؟ دخل 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 وصوروا أخوي. لا صوروا لي برا ما عنديش كلام. أصبر لي أصبر لي أصبر كما قال فيديو نجي أخوي. ها ربي يحفظكم إن شاء الله. معناتها إذا دلك هذا القرار هو اللي هلكنا فيه. والمواطنين اللي يروح أنا 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 من وجهة نظر تاعي زعما فريرو هذا يروح لإسبانيا يروح لفرنسا يجيب كروسة من الألمان من هي. والله ما يقعد والله ما يجي. تقعد ولا تجي؟ أنا أقعد. تقعد ثم؟ نقعد ثم. قال لك نقطع كلش. نقعد في الألمان. نقطع كاع الوريقات وحوليا نقطعهم له. وليداتي نخليهم أعطيهم قرديش. قرديش راه عندي. لا كانت كل واحد يروح يجيب كروسة لهي ويروح منه ويجيب كروسة اه تزير قاعد تروح ثم يروح يقال البلاد تاع الخير والماتريال كاين والله ما يجوا كاع. وش دير بكروسة هنا؟ ها تسوقها ثم خير ها اسمع لا تشريها اقل من 3 سنوات تسوقها لي خير. والله تسوقها لي عمكم احضر هاك هاك راسيك تاع 300 قاعد فوق اليمين ها اللي كانت 300. لا اصبر السي الاخضر السي الاخضر قال لكم يا ودي راني بطلت الخدمة تاع كرارس مادام طاح السوق وراني رايح نشد فيها قال لكم بيرو في كاش مؤسسة تربوية عدل باب. هاي اللي داخل واللي خارج ولا يشدها عدل مين هذيك النجمه ايه ربي يحفظكم ان شاء الله. الاستيراد اقل من 3 سنوات اذا كانوا فاتحين للشعب يروح يروح عزيزي المواطن يروح يجيب معناتها يا ودي غارو هز دراهمك وقعد هذه اللي نشوف فيها كيما هكا. بس على كانت مؤسسات لا كانوا نقعدوا في نفس المشكل وفي نفس الاشكال الاول قاع بالعكس يزيد الاشكال. لا كانت يا ودي مؤسسه هي تروح تجيب لنا هذا الماتريال مثلا وكاله تجيب لنا السيارات من هي تشريها انت تقولوا في الانترنت ولا شريتها من عند سيد وجابها لك من هي. معناتها كروسه تاع 200 مليون تسوى 600 مليون هنايا يعطيها لك ب 200 مليون مستحيل. هذه غريزه فينا قاعدين ونعرفوا بعضنا ونعرفوا رواحنا والكلام هذا اللي يفهمه راه يفهمه. قال لي موسع باله بصح اللي مضيق باله صعيب شيء. ربي يحفظكم ان شاء الله وراها انخفاض كبير في السي الاخضر ولابس الازرق. ربي يحفظكم ربي يحفظكم ان شاء الله. ماذا بينا؟ ماذا بينا؟ ماذا بينا نعود عندي البركه هذا العام؟ ماذا بينا نشري قاب 20 نشري قاب 10 عبدو افتح له السي الاخضر. نعم قول لهم كلمه زينه وهذا ما يروح. الله يفتح لكم ان شاء الله. مرحبا بالزواب ولا قعدنا وان شاء الله السوق طاح وان شاء الله السيمبول تاع 300 راه تولي قاب 100 تهبط كاع 200 ان شاء الله. رحمه ربي يا ودي باليمين ان شاء الله. واللي يخلي 200 اللي يخلي اللي يخلي 100 مليون واش تقول له؟ اه عظم الله اجرك عظم الله اجرك يخرب عليك ربي ان شاء الله بحاجه اخرى ان شاء الله. هي كوبي تسويت لا ودي والله